فينا نقولها بالشام انه هي مصلحتنا بدها صبر ايوب ومال قارون. يعني تعلق قلبي فيها وانا صغير، لما فوت لعنده اتمنى هيك اكمش مثلا شاكوش، لو انه مثلا اشتغل هيك لو قطعه صغيره. تعلمت المصلحة والمهنة هي كان عمري 15 سنة، كان عمري تقريبا شيء 12 سنة. اجي من المدرسة شوف اخي شلون مر على الورشة تبعه، شوف شلون عم هيك ينزل القصدير او ينزل الصدف او شلون يعني يعالج الخشب احيانا اذا كان عنده قطع قديمة بده ترميم او هالامور هي، يعني تعلق قلبي فيها وانا صغير. لما فوت لعنده اتمنى هيك اكمش مثلا شاكوش، لو انه مثلا اشتغل هيك لو قطعه صغيره، عرف شلون. وصار هيك اخي احيانا يخانقني بتنزع كذا، قلت له يعني شافني متعلق فيها. لما شافني متعلق فيها لما كان عطله الصيفيه اجي لعنده اقعد يعطيني هيك قطعه صغيره قاعد، يعني صحيح انا اشتغل فيها بس كنت خرب فيها، يعني خرب فيها وهو اللي برابو يلا تعلم، و أعطاني حافز أنه أنا أتعلم هاي المصلحة. وما شاء الله يعني بفترة طويلة ضليت عنده، تركت المصلحة المدرسة وتركت المدرسة وتعلقت فيها وجيت لعنده وصرت شوي شوي. هو كان ضد أنه أنا أترك المدرسة بس أنا كتير كتير تعلقت مصلحة كونه أنه مصلحة فيها فن. فيها عراقة قديمة وكانوا يحكوا عنها، وأحيانا كتير كنت تشوف في التلفزيونات كانوا يعملوا عليها لقاءات إنه قديش عمرها طويل تقريبا، يعني ناس بتقول 400 ناس بتقول 300، كل إلى عمر ومدى طويل ما شاء الله. بقى أنا حبيت إنه أتعلم هاي المصلحة وكون حرفة فيها، والمصلحة بتتطلب إنه كل شخص له مهنة واحدة، ممكن الحفر ممكن التصديف ممكن أي التشطيب. أنا الحمد لله يعني أخي عطاني، كان هو ما شاء الله من الناس اللي معلم بكل شيء، عطاني إياها كلها يعني على حذافيرها. حتى يعني كنت لما أكل البهدلة إزعل، مو إزعل ليش بهدلني مثلا أو ليش عيط علي، إزعل لأنه ما أتقنت مزبوط للقطعة. المهنة هي متعددة، تعلمت أول مرة مثلا الحفر والنقش على الخشب، بعدين تنزيل الخيط القصدير، بعدين التصديف، بدها مراحل مراحل. ضليت تقريبا كل واحدة شيء سنتين أو ثلاثة عم حاول إنه أكون جيد فيها، ولحد ما ختمت المصلحة الحمد لله كاملة. يعني ما كان علي، لأنه الشخص اللي بده يفتح مصلحة أو يفتح ورشة لازم يكون معتمد على يعني درجة واحدة بالمصلحة، لا لازم يكون حافظ الدرجات كلها ليصل للشيء اللي هو بده إياه، ليمشي ورشة إن كان نظافة الشغل أو نظافة التصديف أو نظافة الحفر أو نظافة، هذا كله لازم يكون متعلمة كلها. والحمد لله يعني تعلمناها كاملة ومشينا والحمد لله كله خير. هلأ مثل هذا البيرو، هذا بيرو قديم عمره شي 150 سنة. هذا البيرو نسميه نحن العربي،
طالما أنه دخل فيه خيط القصدير، ونحن نسميه خيط الفضة يعني، يسمى خيط العربي، وهو مراحله صعبة شوي، ومن أغلى الأنواع اللي بمصلحتنا يعني اللي هو العربي. الخيط الفضة اللي هو طبعاً اللي لامع مثل الخيط، والصدف تقريباً اللي فيه، وهذا كمان بنفس الوقت بنحط له عظم الجمل، العظم اللي هو الأبيض، هذا عظم الجمل، وهذا عظم مع خشب، طبعاً له عدة مراحل وفي شغل كتير. ونحن بالنسبة لهيك شغلات مثلاً على حسب طلب الزبون، ممكن يكون بده الصدفة شكل معين أو رسمة معينة، أو أحياناً بيحب أحياناً الزبون يكون في كتابة، يكون موجود فيها كتابة، أو تكون الصدفة هيك نحن نسميها فحلة كبيرة، تكون كبيرة، أو مثلثات أو رسم نباتي، كل زبون له. وطبعاً هاي يعني أحياناً نحن منزينها بالعظم كي تعطي جمالية للقطعة، وبتنحصر أي شيء ينحصر فيها، ويعني على رغبة الزبون، كل زبون له يعني الذوق تبعه والشيء اللي بده إياه. المهن تقريبا كلياتها متشابهة متقاربة مع بعضها، طبعا في العجمي وفي الموزايك وفي النقش، وكله بصب بمكان واحد اللي هو الخشب. طبعا العجمي كمان بيستعمل الخشب، والموزايك بيستعمل خشب، واللي بينقش الحفر تقريبا على الخشب كمان بيستعمل الخشب. وانا بس مصلحتي يعني شوي بعيدة عن الشغلات الثانية، يعني لانه صايرة فيها تعب وفيها جهد اكثر، وبتاخذ وقت يعني لننجزها، عرفت شلون؟ ويعني وبتستلزم يعني نحن بالنسبة للمصلحة بنستعمل الخشب الجوز الطبيعي والصدف الطبيعي، يعني تقريبا كلها مواد حيوانية ومواد طبيعية اللي هي النباتية، وفيها شغلات كثيرة يعني بنستعملها مثل الخيط القصدير اللي هو مثل خيط الفضة، وأحيانا نستعمل الليمون والعظم الجمل والصدف من جميع أنواعه، في الأخضر وفي الأبيض وفي المت، يعني في عدة أنواع من الأصداف اللي كنا بنستعملها نحن، وبتاكل وقت كتير يعني معنا لما نحن بنقعد نشتغل، كونه أنه كلها أعمال يدوية بالإيد، يعني ما في شيء مكان أو تستعمل فيها يعني. هاي المصلحة بدها كادر كبير. لما كنا بالشام أنا كان عندي معمل كبير بتراوح عماله على تقريباً 25 عامل، وهدول ممكن كلهم لينجزوا غرفة نوم واحدة خلال شهر، 25 شخص من نجار للي بيحفر للي بيصدف للي يعني، لكل كل واحد له 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 مهنة خاصة فيه. بقى هون لا، ما في هون، نحن قلال كتير، ويعني عم نحاول احيانا من جنب بعضنا، نحن في عدة شباب، وطبعا كمان فاتحين ورشات، احيانا نتساعد مع بعضنا، مثلا ما بنتجاوز العشرة كلياتنا هون بالاردن نتساعد، وفعلا يعني نحن لقيناها شيء صعب بانه نصل مثلا، او لا لا مو سهل انه حدا يتعلمها، يعني نحن حابين انه مثلا انه يكون في مثلا فئه شبابيه تحب هاي الحرفه، واليوم الشباب بتحب الشغله السهله، يعني ما بتحب الشغله اللي فيها تعب وجهد كتير لحتى تصل للشيء اللي مثل هاي الحرفه. نحن تعودنا عليها لانه بدها صبر كتير، يعني نحن كنا نقولها بالشام انه هي مصلحتنا بدها صبر ايوب ومال قارون، يعني بدها
بدها وقت كتير لحتى تصل للقطعة أو التحفة يلي أنت بدك إياها. هلا انا اول شيء بجيب ورق الزبده برسم الرسمه. طبعا كمان هاي مصلحه كمان او حرفه ثانيه انه الواحد لازم يتعلم الرسم باي حرفه، انه مثلا يجيب ورق الزبده. كنت هيك اجيب الورق احيانا اقعد حاول خربش انه يطلع معي شيء، او قلد قطعه قديمه مثلا اقعد ارسمها، مثل هاي مثلا هذا برواز صغير لصوره او لمرايه او ل شيء، وبرسمها أول شيء على ورق الزبدة وبرسم النص تقريبا وبعكسها على نص ثاني وبلزقها على خشب. أحيانا هلأ نحن هون بالأردن صرنا نستعمل خشب الزان أو البلوط لأنه الجوز غالي ونادر هون، مثل دمشق كان مشهورة بخشب الجوز. أول مرحلة نحن من المراحل انه بنرسمها على ورق الزبده وبنلزقها بالنشا مشان ما يتعذبنا بعدين بالسنفره. نجيب النشا ندوبه بالمي وبنلزقها للورقه طبعا وبنعكسها مره ثانيه وبنبلش فيها شغل. واول مرحله من بعد الرسم نحن طبعا في مرحله اسمها مرحله الدق، اللي هي نحن شايفين هون مثل ما شايفين في ازميل، كل ازميل له يعني شكل شيء منه اللي بنسميه نحن الكعب او اللوزه، ومنه الجالس مثلا. كل يعني مكان في هذا البرواز له ازميل مخصص او معين مشان نقدر نشتغل فيه. وكمان بالظاهر انه نحط خيط الفضه مشان بعد ما المراحل اللي بدنا نشتغلها بهالبرواز الصغير هذا لازم كمان ننزل خيط الفضه وبعدين نحفرها وبعدين تنتقل لمرحلة تانية اللي هي مرحلة التصديف. طبعا احنا بعد ما جينا مرحلة الحفر رحنا على مرحلة تانية اللي هي مرحلة التصديف. وطبعا الصدف هو بيجي عدة أنواع، بيجي هذا البحري وفي منه طبعا كمان النهري هذا، وفي منه طبعا ألوان، وفي منه الأخضر هذا البحري، وفي منه الأسود وفي البني. طبعا عدة ألوان بتجي الصدف على حسب يعني ذوق الزبون وعلى حسب كل شخص شو بيحب اللون الأصفر. بقى مع قطعت الصدف لقطع صغيرة، هون ركبت شوية صدف من اللي ركبتهم على الجلخ. كل قطعة بدك ترسمها بنظرك، ترسمها يعني بمخيلتك، وتنزل الصدفة مثل ما موجودة بالرسمة، بحيث انه لا تكون كبيرة ولا تكون صغيرة، بحيث انه تكون معبية مكان خيط الفضة. ومن بعدها من بعد هاي المراحل كمان في مراحل تانية اللي هي التشطيب والسنفرة ومشان تطلع قطعة متكاملة.
هي المصلحة بسوريا كانت مصلحة يعني نحن نقل عليها ذهب، ما نعتاز شيء، يعني كل شيء عندنا مستودعاتنا وشغلنا كنا دائما نخزن للسنة اللي يجي فيها التاجر أو الزبون، يعني ياخذ كل شيء، يعني ياخذ القطاع، ياخذ كل شيء موجود عندنا، لأنه كانوا يعني ما موجودة غير بدمشق، لأنه يعني إذا درت أي بلد ما حتلاقي، ممكن تلاقي قطعة قطعتين بس ما تلاقي الحرفيين اللي بيشتغلوا فيها وشلون طريقة الشغل فيها، يعني كان في عليها شغل كتير بالشام. جيت على الأردن ب 2012 الشهر التاسع، جيت لهون لقيت الامور يعني مو كل مستلزماتك اللي موجوده تقدر تشتغل فيها بحرفتك. صحيح تعذبت شوي يعني وكذا، وجبت صرت استورد يعني من الشام بعض الصدف والخيط الفضه والقصدير والامور هاي، لقينا صعوبات كثير يعني بانه نبلش شغل، يعني ما لقيت انا اي منفذ لي انه اشتغل اي مصلحه ثانيه غير حرفتي اللي انا بحبها، يعني اللي أنا متعلق فيها وقت اللي كنت بالشام. السوق على حسب سوريا ودمشق وحسب الأردن، إنه كان سوقاً هيك كان في تصدير أكثر بسوريا، تصدير القطع لدول الخليج، لدول لفرنسا بالذات كان بيعشقوا هاي الأمور يعني، ودول أوروبية. بقى هون لا، هون خفت كتير عن أول، يعني مو مثل الشام، يعني الشام إلى ما شاء الله يعني موسعة أكتر. هون نحن عم نشتغل على الطلب، أما هنيك كنا نشتغل ما نطالع قطع، المهم نطالع قطع حرفية فنية حلوة إنه أي زبون يجي مثلاً يشوفها يرغبها وياخدها، حتى لو ما هو رغبته مثلاً أي شيء، إن كان مراية أو بيرو أو أي شيء يعني. هلا الزبون بسوريا كان يعني لما ينزلوا السياح من اي بلد كان يعرفوا انه هي المصلحه ما تتداول الا في دمشق بالذات. هلا هون يعني لحد الان بيحسوها انه نادره، ما بيعرفوا انه، لانه اهل المصلحه بالذات الحرفيين اللي بيشتغلوا بنفس المهنه تقريبا كله سافر شيء المانيا، شيء يعني بلاد عربية أو بلاد أجنبية يعني قلت. أما لما كانت بالشام كانت على موسع، وكان الزبون لما ينزل من بسوق الحمدية أو بأي مكان بدمشق يشوف هاي الحرفة ويشوف يعني كل شيء فيها، يعني حتى يزور أحيانا الورش. رغم انه 7 سنين صار لي بالاردن، ولكن لسه بدنا وقت لحتى يعرف الزبون انه هي الحرفه انتقلت من دمشق، انتقلت على عمان الاردن، انه مشان يقدر السائح او الزبون او هي يقدر يصل لنا. وهي مع انه في بازارات وفي محلات يعني عم تبيع بس باسعار عاليه، بس يعني ملبي طلب الزبون. صحيح ما كان طلبها مثل سوريا، كونه كان كل دول العالم تعرف انه هي المصلحة ما بتتداول الا في دمشق بالذات، بس لا يعني الحمد لله في اقبال وفي يعني في عليها شغل،
وبإذن الله يعني نحن عم فكر لقدام يعني إنه وسع شغلي